الحمد لله اليوم كانت نتيجة، كنا فايزين في الشوط الأول، كنا فايزين خروج تاع اللاعب تاعنا اللي خلانا في الشوط الثاني لعبنا بعشر لاعبين. الحمد لله يعني اللاعبين طبقوا النصائح خاصة في الشوط الثاني، طلبنا منهم ما نرجعوش الوراء، نعرفوا كيفاش نتركزوا في الميدان. الحمد لله جاء الهدف الثاني في الوقت المناسب، اللاعبين عرفوا كيفاش يسيروا مجريات اللقاء. نظن هذه نتيجة إيجابية للفريق باش تخلينا نحضروا بكل اريحية الرحلة الشاقة للمشريع. بطبيعة الحال ما نساوش باللي من بعد هذيك العطلة تاع قريب المدة تاع 22 يوم، حنا نابا بي سيليبرا الحمد لله، يعني عملنا حتى المقابلة الودية لعبناهم باش نخلوا اللاعبين في الفورمة تاعهم، والحمد لله اليوم شفنا مقابلة الرجال اللي لعبوا حتى نهاية اللقاء. بطبيعة الحال حنا مادام راه عندنا جوج فرق يعني تشكيلتين في الفريق، الفريق يلعب فريق يرتاح، ما نساوش ثلاث مقابلات في الاسبوع، لعبنا يعني المقابله الاخيره في الكاس الجمهوريه يوم السبت يعني. اليوم السبت ولعبنا اليوم، خلينا اللاعبين اللي ما كانت عندهم فرصه لعبوا، واعطينا الراحه اللاعبين باش يكونوا واجدين في المقابله تاع اليوم. الحمد لله فوز مستحق، الحمد لله اشكر الطاقم الفني، لاعبين اللي كانوا رجال وين كنا ناقصين عدديا، والحكم قرر ما على باليش كيف تاخذه. الحمد لله ثلاث نقاط من سيطرنا بالطول والعرض على المقابله، ناس حسين دائما شكلناش خطوره ماغري كنا ناقصين عدديا، نساو الماتش الحمد لله، فرحنا الحباش اللي يستاهلوا هذه ثلاث نقاط، ونخمو ان شاء الله اليوم مقابله السبت كونتر الاتحاد المشرق اللي تيخسوا اللياقه البدنيه طايحه شويه، معليش رانا ريكيبيرو مع الطاقم الفني ان شاء الله، استرجاع وكاين الوسائل استرجاع مع الطاقم الفني ان شاء الله نحضروا مباراه جيده. كلمه بخصوص المقابله القادمه اللي راح تنقلوا للفريق المشرق، عندنا تنقل صعب ان شاء الله المشرياوي اللي هما ثاني راهم في البطوله ملاح، ان شاء الله نديروا اللي علينا وان شاء الله نديروا طروبه باذن الله. مقابله صعبه، اللاعبين مشكورين على المجهود اللي قاموا به، حققنا النقاط الثالث هو الاهم باش نحضر ان شاء الله المقابله القادمه، ونكون مع الفرق اللي تلعب الادوار الاولى ان شاء الله. ومره اخرى نشكر اللاعبين اللي قدموا مجهود كبير، ان شاء الله يكملوا في هذا المنوال ويحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله. والله واش نقول لك، هي الحكم اخذ قرار، وحنا كذلك من جهتنا تقلقنا شويه في الاخر نفعلنا، والحكم دونسون كان ادى مقابله لاباس بها وهو مشكور على ذلك. الجمهور تاعنا معروف ويساند الفريق، وكل مقابله صبناه ان شاء الله نصيبوه في المقابله القادمه ان شاء الله، لانه هو السند الحقيقي للفريق تاعنا. الحاجه اللي كانت اثرت علينا هو طرد اللاعب الزميل تاعنا، وين الحمد لله بالدعم الجماهيري والجوار كانوا شغل دوبلا ولي فور كاع، هذه الحاجه اللي خلاتنا نزيدوا نماركوا الهدف الثاني اللي خلانا نجيروا الماتش باريحيه. الحمد لله على النتيجه هذه، وان شاء الله القادم افضل. اليوم شغل رغبه اللعابه كانوا باغيين يهدوا الانتصار للشعب هذا، وين ضيعنا شط الماتش اللي فات استراليا كنا قادرين نربحوا، مقابلات اللي فاتوا ضيعناهم بسذاجه، اليوم كنا شغل حابين نفوزوا، الحمد لله حالفنا الحظ، وما نقولوش حالفنا الحظ، شغل كنا باغيين نربحوا والحمد لله ربي وفقنا. الحاجه اللي نقولوها لي سيبورتير هذو بارك الله فيهم على الدعم الجماهيري اللي راهم شغل، راهم اللاعب ماشي غير 12 براسك، راهم هما كلش في ليكيب، هما وبيهم هما رانا حنايا، ان شاء الله هما يكملوا الدعم تاعهم وحنا نعاونوهم بريزلت ان شاء الله. المقابله اليوم كانت صعيبه علينا، كانت صعيبه كثير كثير، لان مقابلات لعبنا ثلاث مقابلات في حوالي 9 ايام، اليوم الفريق ما قدرش، يعني اللاعبين مشكورين على كل حال على المردود اللي داروه، ولكن اليوم ما قدروش يمدوا كل ما في وسعهم، لان نعرفوا ثلاث مقابلات صعيبه، درنا زوج مقابلات تاع كاس، اليوم ثالث مقابله ما قدرناش يعني الاسترجاع، ومن الناحيه البدنيه ما كناش في المستوى صراحه. الشوط الاول فريق تيار ضغط علينا، قدر يسجل، لعب خير منا في الشوط الاول، عنده يعني فريق محترم. الشوط الثاني نقص عدد يعني فريق تيار، وين قدرنا نولي، وكان بعض الفرص لينا لو كان سجلناها كانت تكون يعني النتيجة أحسن من هذه، ولكن ما قدرناش نسجلوا، سجلوا علينا الهدف الثاني. اليوم تيارت كانت أحسن منا، يعني نهضر صراحة كانوا أحسن منا، كانوا عندهم فرص كثيرة، سجلوا هدفين، احنا ما قدرناش نسيروا المقابلة في الأوقات السهلة تاعنا، ما قدرناش يعني نسيروها، ولكن ننساو المقابلة هذه، عندنا مقابلة أخرى يوم السبت، يعني راح تكون أصعب من المقابلة هذه.
النقطة السوداء هي هذا عدد المباريات اللي أنا نلعبهم. يعني عندنا فريق شاب، فريق يعني يتكون من عناصر يعني ما عندهمش خبرة كبيرة، عناصر تاع الرديف راحين نسوفري، ولكن قلت لك اللي دار هذا البرنامج البرمجة ربي يهديه ولكن مع غير راضي تماما، غير راضي تماما على البرمجة هذه اللي يعني حنا أنوزا فيناليزي. لأن لعبنا ما لعبناش يوم الجمعة، لعبنا اليوم الاثنين المقابلة تاعنا تاع الكاس مع الحراش، وزنا لعبنا بالجمعة وزنا لعبنا بالثلاثة ونزيدوا لعبوا بالسبت، هذا شيء غير معقول تماما. نقدر نقول اليوم الشيء هذا اللي أثر، يعني نتيجة منطقية الفريق تيرت، ولكن الشيء هذا أثر على اللاعبين، يعني غير مجريات اللقاء.